الرسالة كمان، أنا عمي عنده شقة إيجار قديم وبابا، وأنا كنت ساكن معاه وعايز أعرف هل ليا الحق في الامتداد القانون في شقة عمي بعد وفاة بابا ولا لأ؟ يعني عمه كان عنده شقة إيجار وتقريبا وباباه كان انتوا بقى تجاوبوا السؤال ده. احنا خلاص بقينا خبرة. بس انا اضيف لك حتة في السؤال ده. تمام، طبعا السؤال ده يعني اجابته الجزء نصه قلناها اللي هو مين هم اللي بيمتد لهم عقد الايجار؟ اب وام وزوجه وابناء المستاجر الاصلي. هنا بيتكلم عن عم، اتفقنا انه مش هو الا لو عمه ده عنده بنات اعتقد يبقى، وهو اسمه هيتوجد في اعلان الوراثه. ده لو قانون جديد، هو هنا مش قانون جديد صح؟ ايجار عنده شقه ايجار قديم. ما انا ايجار قديم. ده مش هيطبق عليه قانون الجديد اللي هو الامتداد يبقى للي اسمه فعلا من الورثه. هنرجع للمثال الاولاني اللي هو اب وام وزوجه وابناء، هم دول اللي بيمتد له. طب ده عم. طب سؤال، هو هنا هتفرق لو عقد الايجار باسم عمه او اسم باباه؟ هنا عقد، هما الاثنين عايشين مع بعض. لا، هو عقد ايجار باسم محمد مثلا. أوكي. ماشي. تمام، محمد ده ليه اخ اسمه حمد. تمام، احمد ده كان عايش مع محمد. ماشي، اوكي. دلوقتي اللي مات احمد ومحمد. تمام، احمد الاخ، احنا بندي مثال، احنا نعرفش الاسماء. احمد ده ابنه اللي بيسالنا دلوقتي. اوكي، ده ما يمتدلوش. لا، ممكن يمتد. ازاي؟ لانه عايش. هقول حاله واحده بس. تمام، خلينا نقول دي حالة اسمها حالة المساكنة. يعني ايه حالة مساكنة؟ دي القانون ما قالهاش، دي اللي قالتها احكام محكمة النقض. يعني ايه؟ يعني اذا كان احمد اللي هو الاخ، احنا قلنا فيه احمد ومحمد اتنين اخوات، عقد الايجار باسم محمد. تمام، اذا كان احمد ابو السائل اللي بيسألنا دلوقتي، كان عايش مع محمد منذ تحرير العلاقة الإيجارية إقامة وما اتقطعتش، وده القانون بيعتبره مستأجر زيه بحكم أحكام اسمها أحكام المساكنة. دي مش موجودة في القانون، موجودة في أحكام محكمة النقض. طب إيه يعني إيه أحكام مساكنة؟ يعني ياخد حكم المستأجر الأصلي. فهنا العم اللي هو أبو السائل اللي بيسألنا كان مقيم مع المستأجر الأصلي منذ تحرير العلاقة الإيجارية، ومن وقت ما عملوا العلاقة الإيجارية الاثنين جايين مثلا من الصعيد وخدوا شقة، والشقة اتعملت باسم الأخ الكبير، والاثنين قعدوا مع بعض فيها وقعدوا. هنا القانون بيعتبر الأخ الثاني ده إذا كان مقيم وقاعد والإقامة مستمرة وكله، بيعتبره مستأجر أصلي. طب لو اعتبرناه مستأجر أصلي نطبق القاعدة، يعني بتبدأ عقد الإيجار لمين؟ للأب والأم والأبناء. ما السائل ده ابن اللي اعتبرناه مستأجر أصلي، فياخد حكم بالمساكنة. مهمة جدا جدا. طب سؤال معلش تاني في النقطة دي. أنا عارف إنها بتلخبط. لا، أنا فهمتها. طيب، بس أنا عايز أسأل مثلا، لو إحنا قلنا محمد اللي عقد الإيجار باسمه الكبير، ماشي؟ وأحمد ده عنده ابن، وأحمد ده عنده ابن. أوكي. والاتنين ماتوا. اللي هو مين؟ محمد وأحمد. الاتنين يمتد لهم، الولدين اللي ولاد العم. أوكي. هو ده ابن مستأجر أصلي، وده ابن واخد حكم المستأجر الأصلي. تمام. وطبعا القاضي لما يقدم له المحامي حاجة حكم محكمة النقض فورا خلاص. لا، هو القاضي فاهم إن شاء الله الموضوع، يعني مش محتاج ضم ورق. لا، هنا هيبقى نبحث بقى إزاي. هينزل برضو خبير يسأل، هو محمد كان قاعد مع أحمد منذ تحرير العلاقة؟ الناس يقول لك يا عم ده الاثنين الإخوات دول، خدي بالك الشعب المصري عارف بعض. طبعا هيقول له ده الاثنين دول جم من البلد قاعدين مع بعض من و هو دي، ما هيقول القاضي هيعرف مين برضه. فاذا ثبت المساكنه، خدنا اذا ثبتت احكام المساكنه للاخ ده، السائل اللي بيسالنا ليه امتداد من خلال ابوه، بشرط انه يكون هو كمان كان قاعد مع ابوه الساكن اللي بيسال. السائل اللي بيسالنا نطبق الطبق الشرطين، انه القاعده بتاعتنا الشرطين اللي حطيناهم اول الحلقه، الإقامة مع الإقامة، ويكون واحد من الأبناء أو الزوجة أو الأب أو الأم. تمام.